طيب نروح بقى لحكاية اللقب الثاني واللي كان عام 1987 على حساب الهلال السوداني. أقيمت هناك مباراة الذهاب يوم الأحد 29 نوفمبر بالعاصمة السودانية الخرطوم وسط 50,000 مشجع سوداني و500 مشجع مصر. انتهت هنا بالتعادل السلبي بدون أهداف. تشكيل الأهلي في المباراة كان أحمد شوبير، إبراهيم حسن، حمادة صدقي، محمود صالح، ربيع ياسين، حمدي أبو راضي، وعلاء ميهوب، بدر رجب، طاهر أبو زيد، أيمن شوقي، حسام حسن، والمدير الفني وقتها كان كابتن أنور سلامة. على عكس بقى أجواء نهائي 82 كان استقبال أشقائنا وقتها السودانيين رائع جدا، وحرصوا نجوم الكرة السودانية على زيارة معسكر الأهلي والترحيب بيهم، بجانب أن الخطيب كمان نجم الأهلي وعملوا برنامج هناك يعني تلفزيوني عن أهمية مع يعني هناك نجم الهلال، عملوا برنامج تلفزيوني عن أهمية تطعيم الأطفال في أفريقيا وإتزاع كمان قبل بداية المباراة وبين الشوطين. يعني يمكن كده زي ما أنت قلت الأجواء يعني زبطت شوية، بس دي كلها حاجات كده جميلة إحنا لما بنفتكرها وبتعيش القصة أعتقد بتبقى لذيذة جدا. لا الفيديوهات حاجة تحفة يعني طبعا يعني زمن كروي ولا أجمل ولا أروع. طيب نهاوند حكت حضراتكم مباراة الذهاب، مباراة الإياب بقى أقيمت يوم الجمعة 18 ديسمبر في استاد القاهرة الدولي في حضور 80,000 متفرج وانتهت لصالح النادي الأهلي بهدفين دون رد. سجل الهدف الأول لاعب الهلال نفسه دخله في مرمى، دخل هدف في مرمى بعد 5 دقائق فقط، وأضاف أيمن شوقي الهدف الثاني في الدقيقة 42 أو 43. تشكيل اللقاء كان كالآتي: أحمد شوبير، إبراهيم حسن، محمود الخطيب، محمود صالح، أسامة عرابي، ربيع ياسين، طاهر أبو زيد، علاء ميهوب، حسام حسن، حمادة صدقي، حمدي أبو راضي، أيمن شوقي، محمد سعد. كل اسم من الأسماء دي على فكرة يعني دي من الأيادي البيضاء الكثير في مشوار وتاريخ النادي الأهلي. شارك، ودي نقطة مهمة جدا، شارك نجم الأهلي محمود الخطيب في هذه المباراة لمدة 15 دقيقة فقط في نهاية اللقاء. ليه بقى؟ يعني أو بالرغم من إيه؟ بالرغم من هو كان مصاب بكسر مضاعف في الوجه، وقتها كل الأطباء نصحوه إن هم ما يلعبش يعني المباراة، ولكن طبعا كان في إصرار من طرفه إن هو يلعب المباراة، فنصحوه إن هو على الأقل أضعف الإيمان يعني ما يلعبش أي كورة براسه. في النسخة دي النادي الأهلي أحرز 18 هدف ودخل مرمى 6 أهداف، فاز 5 ودخل وتعادل في مباراتين وخسر 3، وطبعا الخطيب كان هداف هذه البطولة برصيد 5 أهداف. وأكبر فوز للنادي الأهلي في هذه البطولة كان على ليوبارد الكيني بنتيجة 6-0.